لم تمر تصريحات أردوغان الاستفزازية والتي انتقدت دور كل من مصر والإمارات في ليبيا، لم تمر مرور الكرام، بل جوبهت من الخارجية المصرية بردود وصفت بالصفعة على وجه أردوغان وسياساته، حيث شنت الخارجية المصرية هجوما جديدا شديد النبرة على تركيا، متهمة إياها بالتدخل العسكري والسياسي في شؤون دول عربية دون أي سند شرعي، ناهيك عن مخالفاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي ذات السياق، أبدى المتحدث باسم الخارجية المصرية باندهاشه واستغرابه من تصريحات أردوغان، ذلك بأنه يقوم بجلب الإرهاب والمرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا. كما أكدت الخارجية المصرية أنه من المستساغ أن تتجاوب مصر مع الدعوات الليبية من جهات لها شرعية محلية ودولية، وهي المتمثلة في مجلس النواب والجيش الوطني، وليس السراج وميليشياته الذي يمكن أن توصم شرعيته بالمتهافتة والساقطة. وفي ذات البيان، وصمت الخارجية المصرية التدخل والغزو التركي بالمقامرة الخطيرة، ذلك أن أردوغان يخاطر بثروات شعبه في التدخلات الخارجية التي لم يسلم من شرها أحد، فالتدخلات التركية تفاقمت واستفحلت في كل من ليبيا وسوريا والعراق. واستطرد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر ترفض رفضا تاما التدخلات التركية على الصعيدين السياسي والعسكري، منوها أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق أهداف ومصالح لا تمت بأي علاقة بهم. علي الفيدي، ليبيا الحدث.